فاروق، مساء الخير عليك. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واسمح لي يا محمد في البدايه طبعا اقول لك كل سنه وانت طيب وعام سعيد في حياتك ان شاء الله حبيبي يا فاروق، يكون انت طيب. مليء بالنجاح والسعاده باذن الله يا محمد. الله يخليك، متشكر جدا يا فاروق. طيب، عايز اتكلم معاك على الاستعداد، وكان النهارده اهم المانشيتات والسوشيال ميديا بتتكلم على خروج عمرو السوليه من القايمه بسبب عدم الجاهزيه. طمني على الفريق، الحاله الفنيه، الحاله المعنويه، كيف يفكر الجهاز الفني في مباراه اليوم، خاصه كمان ولا بديل امامك سوى الفوز في لقاء النهارده ولقاء القطن يوم السبت المقبل. يعني خليني أكد على كلامك، بالفعل يا محمد مباراة صعبة جدا، مباراة في غاية الصعوبة، واحدة من الأهم المباريات في مشوار النادي الأهلي هذا الموسم، هي مباراة صن داونز اليوم على استاد الأهلي ويا السلام اللي هتكون في تمام الساعة 9. مباراة طبعا بيزيد من صعوبتها ان هي مواجهة اصبحت متكررة خلال السنوات الماضية ما بين الأهلي وصن داونز. خلاص انت عارف والجميع عارف ان الفريقين كتاب مفتوح لكل الجميع، النادي الأهلي وبالنسبة لميلودي صن داونز، ومواجهة متكررة دي بتزيد من صعوبة اللقاء. ايضا موقف النادي الأهلي طبعا يا محمد ان فريق ميلودي صن داونز حقق الانتصار في اول مواجهتين بست نقاط، وايضا فريق الهلال السوداني اللي عنده ست نقاط بتزيد من صعوبة هذه المواجهة. أيضا في ظل ضغط المباراة زي ما نقول في خلال 48 ساعة الأهلي بيلعب، بيجي من أسوان بيستعد لهذه المباراة. قبل ما نتكلم طبعا على تفاصيل هذه المباراة واستعدادات النادي الأهلي يا محمد، عايز أطمنك بالفعل عمرو السولية كان يعني خلاص كان تم استبعاده طبعا في الفترة الأخيرة ونزل التدريبات، ولكن فضل الجهاز الفني والجهاز الطبي أن هو يريحهم النهاردة من مباراة الأهلي وصن داونز، لكن هيكون جاهز بإذن الله لمباراة الأهلي القادمة بمشيئة الله أمام فريق الداخلية. طبعا ضم طبعا عمرو السوليه الى مجموعه الغيابين سواء برونو سافيو، شادي حسين، رامي ربيعه، محمد فخري، واحمد نبيل كوكا، مجموعه اللاعبين الغائبين عن هذه المباراه. استعداد بقى وتحضير النادي الاهلي ومستر مارسيل كولر بيفكر في هذه المباراه ازاي؟ خليني بقول لك يا محمد ان كل كلام مستر مارسيل كولر بعد انتهاء مباراه اسوان التركيز على مباراه ميلودي صن داونز، وطبعا الفريق كان استعد لهذه المباراه وادى تدريبات على مدار الايام الماضيه. كل تمرينه كان مستر مارسيل كولر بيعقد محاضره مع اللاعبين، اتكلم على الدوافع النفسيه وبيأكد على امر مهم جدا، التركيز، ودي من النقاط المهمه جدا، طالب اللعيبه بالتركيز على مدار ال 90 دقيقه، استغلال انصاف الفرص. قال المباراه طبعا يعني عرب بعض الفرص اللي اهدرها النادي الاهلي في الشوط الاول من مباراه الهلال السوداني، وقال للاعبين كان من الممكن هذه الفرص تغير شكل وسير المباراه، وهذه المباريات مباراه الفرصه الواحده. اكد على اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص، اكد على اللاعبين ضروره التركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه 90، واكد على امر مهم جدا ضروره اسعاد جمهور النادي الاهلي. اشاد طبعا بوجود جمهور النادي الاهلي ودافع كبير جدا للاعبي النادي الاهلي وجود جماهير النادي الاهلي في استاد الاهلي والسلام، اللي ان شاء الله النهارده نامل انها تكون كلمه السر النهارده جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتكون الرهان، تصميمهم ومساندتهم واصرارهم اللي يكون واصل للاعبي النادي الاهلي واللاعبين يوصلوا لهذا الامر في اي ارض الملعب. ان شاء الله يحقق الاهلي الانتصار وتكون اول ثلاث نقاط في مشوار النادي الاهلي نحو الاميره السمراء باذن الله محمد. طيب، نقطه كده في الكواليس، اكيد كولر يا فاروق ركز على فكرة المواجهة السابقة اللي ما بين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، وأكيد فكر واتفرج على مباراة الذهاب والعودة عشان يشوف الأهلي إزاي فقد نقاط في هذه المواجهة عشان ما تتكررش نفس الأخطاء، في ظل إن كمان قائمة الأهلي أو قائمة صن داونز ما اتغيرتش كتير، ممكن تتكلم في إضافة عنصر أو اتنين أو تلاتة على التشكيلة اللي تمت بالمقارنة بتشكيلة العام الماضي. أكيد ده حصل يا فاروق من خلال متابعتك وقربك للجهاز الفني. يعني خليني اقول لك يا محمد ان مستر مارسيل كولر مش اتفرج على مباراه اللقاءات الموسم الماضي، اللقاءين ده اتفرج على مجموعه اللقاءات الاخيره اللي جمعت ما بين النادي الاهلي وفريق صن داونز كده في ملخص اتعمل له طبعا من ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي، واتكلم على هذا الامر وشاف طريقه لعب ايضا فريق ميلودي صن داونز. لكن خليني اكد لك على امر ان هو يعني في شقين يا محمد اشتغل عليهم مستر مارسيل كولر، حاول ان هو يتفرج على المباريات اللي لعبها فريق صن داونز مع الاهلي هنا في القاهره، يعني هو اجل ان هو يتفرج طبعا على بعض المباريات لفريق صن داونز مع النادي الاهلي اللي اتلعبت في بريتوريا او في جنوب افريقيا، وركز ان هو يتفرج على المباريات اللي اقيمت هنا في القاهره، علشان طبعا فكر واسلوب وطريقه فريق ميلودي صن داونز ورولاني ماكوينا المدير الفني لفريق ميلودي صن داونز
ايضا اتفرج على اللقاءين اللي جمعوا ما بين فريق الهلال السوداني وماميلودي سان داونز في بريتوريا، وايضا اللقاء اللي جمع ما بين فريقين ما بين القطن الكاميروني وسان داونز كان الاقيمه في جروه في القطن. واتفرج اتفرج طبعا برضه محمد بالامس على مباراه الهلال السوداني ومع القطن الكاميروني، ولكن هو مأجل اي حديث تماما في المواجهات عن القطن او الهلال ونحى هذا الامر، لكن تركيزه كله على فريق سان داونز طريقه لعبه. اتفرج ايضا على بعض المباريات فريق سان داونز في الدوري من اجل الوقوف على نقاط القوه والضعف طبعا، وقال يعني مستر مارسيل كولر شاف ان متوسط اعمار اللاعبين والسرعات اللي موجوده عند فريق سان داونز والتعامل، وقال ان هو فريق بيفكر دايما ان هو بيكسب او يفكر ان هو بيجي يفتح ملعب، ودي من الامور اللي النادي الاهلي بيحب الفرقه اللي تيجي تفتح ملعب قدام النادي الاهلي، ودي من النقاط المهمه. لكن مستر مارسيل كولر فرض اكتر من سيناريو، حاطط سيناريوهات لهذه المباراه. تعرف طبعا النادي الاهلي النهارده محمد بيستعيد علي معلول، بيستعيد محمد دهاني، حمدي فتحي اللي كان فضل الجهاز الفني ان هم يريحهم في المباراه الاخيره. طبعا حاله التركيز اللي انا شايفها عند اللاعبين يا محمد، ودي كانت من النقاط المهمه جدا اللي مستر مارسيل كولر ركز فيها في كلامه في المؤتمر الصحفي بالامس، على التركيز اللي مطلوب من اللاعبين، ده اللي لامسينه من اللاعبين، الاحاديث الجانبيه والجلسات اللي بنشوفها من اللاعبين وكباتن النادي الاهلي، ودور الكابتن محمد الشناوي في حديثه مع اللاعبين وجلساته مع اللاعبين. مستر مارسيل كولر وحديثه مع افراد الجهاز الفني، الدور النفسي اللي بيلعبه الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين في هذه الامر. الجميع بياكد يا محمد ان هذه المواجهه هي واحده من اهم واصعب مواجهات النادي الاهلي هذا الموسم. اخر حاجه يا فاروق بسرعه، انتوا هتتحركوا اعتقد بعد ساعه او ساعه ونص، الامور كلها في الاوتيل تمام، باقي المحاضره ثم التحرك، والمسافه قريبه جدا ما بين الاوتيل فندق الاقامه مع الملعب السلام. بالفعل يا محمد، يعني تقدر تقول المحاضرة الفنية المستر مارسيل كولر هتكون في تمام الساعة 6:30، عقب انتهاء المحاضرة هيكون التحرك إلى ملعب الأهلي والسلام اللي بيبعد طبعا تقدر تقول من 20 ل 25 دقيقة. إن شاء الله يوم يكون سعيد لكل جماهير النادي الأهلي النهاردة، لعيبة النادي الأهلي قادرين على تحقيق الانتصار والثلاث نقاط في هذه المباراة بإذن الله يا محمد. بإذن الله اليوم من أوله حلو وفي ختامه إن شاء الله يبقى حلو ويختتم بانتصار وثلاث نقاط إن شاء الله على حساب سان داونز. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح مفد قناة النادي الأهلي من مقر إقامة الأهلي في إحدى الفنادق القريبة من ملعب السلام.